مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في يوم جديد من برنامجكم مجتمع واعي، ومساك الله بالخير للوقت. مساك الله بالنور والسرور فواز، ونمسي عليكم بالخير مشاهدينا الكرام. مساكم وطن أفضل علينا لا تعد ولا تحصى، ولو مهما عطينا ما راح نوفي حقه علينا. أبد يا لولو، ما راح نوفي حقه علينا. اليوم يا لولو جزء كبير من حق الوطن علينا ومسؤوليتنا تجاه بلادنا والمجتمع أن نواصل على ما بنيناه من إنجاز في التصدي للفيروس، وتبقى عزيمتنا بالتزامنا المسؤول نفس ما هي. بالفعل يا فواز، والإنجازات اللي حققتها كوادرنا الوطنية باتت مضرب مثل لكل المجتمعات، سواء المجتمعات الدولية وحتى المجتمعات الخليجية، وأكيد خلفها الكثير من الخطط والاستراتيجيات والعمل المتواصل اللي راح نسلط عليها الضوء اليوم في حلقتنا، بالإضافة للعديد من الفقرات المتنوعة. خلينا نأخذ معاكم فاصل مشاهدينا الكرام، ونرجع عشان نبتدي معاكم أبرز الأخبار في برنامجنا. نبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بإعفاء الكوادر الطبية اللي يعملون بالخطوط الأمامية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، واللي ما تمكنوا من تجديد تراخيصهم من فبراير 2020، عفاهم من أي غرامات أو متأخرات مالية أو مخالفات لتجديد تراخيصهم، وأن ما يترتب عليهم بعد أي إجراءات في هذا الشأن. بالفعل، ويأتي أمر سموه تقديراً للجهود الكبيرة اللي تبذلها الكوادر الطبية وعطاءاتهم النبيلة في مكافحة الفيروس فيروس كورونا، بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وتجسيداً لما يوليه سموه من اهتمام بمتابعة احتياجات مختلف الشرائح والفئات بالمجتمع. وفي خبر آخر أيضاً، أشاد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود القائمة المعنية بتوزيع مساهمات الحملة الوطنية في النخير، أمر بالاهتمام الكبير اللي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الله يحفظه ويرعاه، لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل تحدي فيروس كورونا كوفيد-19. وبين سعادة الدكتور مصطفى السيد بأنه يجري العمل حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع اللي تصب في مصلحة المواطنين والمتضررين من جائحة كورونا، تشمل دعم الفئات المحتاجة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال غير المسجلين في نظام التقاعد، وتوفير حواسيب آلية للطلبة من الأسر المحتاجة، والمساهمة في تعقيم وتطهير المدن والقرى، وتوفير سلال غذائية ضمن مشروع غذائك في بيتك، ودراسة إنشاء مراكز لدراسة وعلاج الأوبئة، ودعم البرمجيات والتقنيات التعلم عن بعد، ودعم الغارمين. حا
حرص الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة على توفير بيئة صحية لجميع المترددين على الخدمات الصحية، ومنها المركز الوطني لفحص الكورونا بأرض المعارض، حيث تم تخصيص قاعات مختلفة لعمل الفحص تخدم الأهداف المنشودة من هذه الفحوصات للفئات المختلفة. كذلك لما يكون دخولهم إلى داخل القاعة هناك علامات واضحة لكل فحص، من التسجيل إلى الاستقبال، أخذ المعلومات من المرضى إلى ما يطلع ويترخص من المكان. تم مراعاة التباعد الاجتماعي ما بين كل مريض وآخر، الكراسي تكون متباعدة بمسافة مترين، ويتم تعقيمها بعد قيام كل مريض للفحص قبل جلوس المريض الآخر. لا يتوقف الأمر عند هاي الموضوع، لكن يتم المتابعة المستمرة، ولو شفنا إن في بعض الحالات تحتاج لإدخال لحين ظهور النتيجة يتم توفير مكان مخصص ومنفصل تماماً عن المترددين للفحص بشكل مباشر، بحيث إنه يكون هذه الأماكن منفصلة وتلتزم بالقواعد العامة لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى أمور التعقيم، يتم التعقيم بالمواد المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الصحة ووكالة صحة البيئة باستخدام آلات رش المعقمات واستخدام آلات التبخير التطهيري واستخدام جهاز الألترا فايلوت لايت للأشعة فوق البنفسجية. احنا ككوادر طبية في الصفوف الأمامية في عيادات أرض المعارض نلبس الملابس الوقائية، من الرأس نلبس الواقي للشعر والملابس إذا كنا لابسين حجاب، القناع نلبس اللباس الوقائي للملابس الخارجية، وأيضا قطاع للأحذية. كل هذه الملابس الوقائية وفرت لنا حكومتنا الرشيدة بصورة دورية وبدون انقطاع لوقايتنا من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الشخص اللي احنا نقوم بفحصه. لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية يتم التعاون مع الدفاع المدني يومياً لتعقيم مركز المعارض لتحقيق أكبر نسبة من التعقيم ومنع الخطورة من انتشار العدوى ما بين العاملين والمستفيدين من الخدمة. وهذا الإجراء هو إجراء احترازي وتدبير وقائي من أجل وقاية جميع المراجعين والمرضى ووقاية الطاقم الطبي من انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. وفي الختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع. مشاهدينا الكرام، من خلال حلقات برنامجنا المتواصلة معاكم نحرص دائما على توثيق وإبراز الدور الكبير اللي تقوم فيه كوادرنا الوطنية في الصفوف الأولى، اللي مهما سلطنا الضوء عليها وقدمنا العديد من التقارير والفقرات راح نبقى مقصرين في إعطاء هذه الجهود حقها. بلا شك لولو، لأن هذه الجهود اليوم ساهمت بحفظ صحتنا وسلامتنا، ونحرص دائما على معرفة تفاصيل هذه الجهود الكبيرة. واليوم بالتأكيد راح نتعرف على هذه الجهود أكثر مع الدكتورة مريم الهاجري الوكيلة المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة. مساك الله بالخير دكتورة. يا هلا وحياكم الله. الله يحييك، سعداء جدا دائما نفرح لما نشوف حد من الصفوف الأمامية موجود معنا، وخاصة من الفريق الطبي والكادر الطبي. الله يحفظكم، وهذه شرف لي على الاستضافة، وإن شاء الله يا ربي نكون يعني مفيدين ومعاكم الليلة. دائما مفيدين أصلا. يعني دكتورة قبل لا نبتدي هذا البرنامج احنا نرفع لكم القبعة على الدور الكبير اللي قاعدين تقومون فيه. أنتوا فعلا نجوم هذه المرحلة، أنتوا اللي قاعدين فعلا تعطون من يعني جهدكم ومن وقتكم ومن عمركم ومن صحتكم ومن كل شيء. يعني كفايه نظرات الفخر وانت قاعد طالعين الفاصل معانا وقاعد تقولين هذولين كلهم عيالي، هذولين كلهم الاشخاص اللي انا افخر بالعمل معاهم، واحنا نفخر بوجود امثالكم معانا. هذه عمري لولو، هذه واجبنا، وهذه البحرين، وهاي كل اللي نقدمه شيء قليل، ولا يعني ما يعني قليل في حق البحرين وفي حق قيادتنا واهلنا وشعب البحرين. فهذه واجبنا، ما سوينا شيء الا نشوفه قليل جدا. رايتكم بيضة، ما قصرتوا. الروح الوطنيه والروح المسؤوليه اللي موجوده عندكم على حساب مثل ما قالت للوا صحتكم
وعلى حساب عيالكم ليحن في بالي أنا يوم شفنا الدكتور وليد المانع وهو قاعد يلم ولده شلون دموع الفرح دموع نعم. التخرج ودموع الفرح بخدمة البحرين نعم. وقيادة الكريم حتى العيال قاموا ويتفاخرون الحين اللي عنده منتسب لوزارة الصحة ويعمل في الصفوف الأمامية حتى لو عنده متطوع تشوفه قام يفخر أني أنا موجود قاعد أخدم البحرين بالضبط. فعلا هاي فرصة ذهبية طلعت المعدن الذهبي والله. دايما المعدن نعم. البحريني دايما يظهر في مثل هذه الأزمات أكيد. والجوائح الله يعيدها علينا إن شاء الله الحمد لله وإحنا ترى كلنا فريق واحد صدقتي. فريق البحرين صدقتي. يعني صحيح أنتم تتكلموا على الكوادر الصحية لكن من غير المتطوعين من غيركم من غير قياداتنا ترى ما دائما نقول اليد الواحدة ما تصفق فكلنا في مركب واحد كلنا يد واحدة هذه واجبنا واحد نعم هذه واجبنا كل هذا اللي نسويه مثل ما قلت لكم شيء قليل جدا صدقتي. حق البحرين ما دام احنا نتكلم عن هذا الجانب دكتوره شلون لدعم وتكاتف المجتمع البحريني يا دكتوره انه يساهم في تخطي او تحدي فيروس كورونا كوفيد 19 نعم طبعا دعم المجتمع جدا مهم وهذه من اهم الامور اللي احنا دائما نعول عليها الكثير في التصدي لهذا الفيروس صحيح طبعا افراد المجتمع والمجتمع دائما هم الأساس هم الركيزة الأساسية خاصة في تنفيذ الإجراءات الوقائية والتعليمات اللي يعني يقدمها الفريق الوطني وإحنا يعني الحمد لله يعني دائما نفخر مثل ما تفضلتوا إن عندنا أفراد المجتمع ومجتمعنا البحريني مجتمع واعي يعني كانوا شركاء لنا كانوا مؤثرين فعالين وهم كل يعني مثل ما قلت لكم إحنا كلنا في صف واحد من أجل الحد والتصدي لهذا الفيروس فإحنا نعول كثير على أفراد المجتمع شعبنا وأهلنا وعلى وعيهم وإدراكهم نعم والتزامهم نعم ومسؤوليتهم وإن شاء الله يعني يا ربي وأكيد أنا متأكدة من هذا الشيء أن المجتمع البحريني بيكون قد هذا الرهان وبيكسبه بفضل وعيه لأن فعلا إحنا عندنا مجتمع واعي قاعدين نشوفه ملتزم ويمتثل للإجراءات نعم نعم نلاحظ من خلال الفترة اللي ابتدت يعني في جائحة كورونا ومواجهتها من قبلكم أن كل مرة نطلع بشعار كل مرة المجتمع يحمل هذا الشعار على عاتقه ويقعد يعني فعلا يحس انه هو جزء من هذا الشعار ولازم هالمرة شفنا في هذه المرحلة شعار نواصل بعزم نعم. لو تكلميني عن ابرز اهداف هذه المرحلة وليش اخترنا نواصل بعزم نعم يعني احنا ابتدينا بافراد المجتمع واحنا نقول احنا كافراد المجتمع يجب ان نواصل بعزم نواصل بعزم احنا ابتدينا بمجتمع واعي نعم ابتدينا بمسؤولية بالتزام بمسؤولية وحين نعم نواصل بعزم وبإصرار وبعزيمة لما نقول نواصل بعزم هو هذا يأتي من المسؤولية الوطنية من الحس الوطني الواجب عليه وعلى كل أفرد من أفراد المجتمع هاي أولا نعم. ثانيا لما أنا أقول أواصل بعزم هاي كلها من أجل سلامة وحماية أفراد المجتمع أنا أحمي أهلي أحمي البحرين هاي شيء مهم جدا لما أنا أقول خلنا نواصل بعزم لما نقول نواصل بعزم وإحنا مجتمع واعي هذه ركيزة أساسية لنجاح كل هالجهود إحنا بدأنا يمكن إحنا ابتدأنا من يناير والحين إحنا وصلنا الحين في يوليو في شهر 7 فإحنا مجتمع واعي لازم نواصل بإصرار وبعزيمة وبمسؤولية عشان ننجح الشيء الرابع اللي احنا نقول نواصل بعزم لأن هذه من أهم شيء إن احنا مثل ما قلت بدينا بمجتمع واعي بمسؤولية ومسؤولية إن احنا ننفذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ونواصل بعزم وإصرار للتحدي مثل ما نقول ندحر هالفيروس إن شاء الله وما ندحره إلا بتضافر الجهود وإن إحنا كلنا نعمل يدا بيد كقيادة كفريق وطني كحكومة مؤسسات وأفراد مجتمع صدقتي وهذا اللي وهذا الواجب علينا كلنا بالضبط دكتور إحنا شفنا جهود وزارة الصحة لو بكلمك كلمينا عن جهود وزارة الصحة شفنا اهتمام وزارة الصحة بالجوانب الجسدية بالصحة الجسدية بالصحة النفسية وهي كلها نعم. متطلبات أساسية ولكن شفنا أيضا الخدمات الصحية لازالت مستمرة المراكز الصحية نعم. تأدي دورها وتخدم شريحة كبيرة من المواطنين فجهود وزارة الصحة لو تكلمنا عنها دكتورة طبعا إحنا في هالمرحلة ما نبغى نقول جهود وزارة الصحة إحنا ما نتكلم على فريق وطني صدقتي. إحنا جهود وزارة الصحة تعمل من ضمن فريق وطني طبي للتصدي لهذه جائحة الكورونا طبعا الجهود يعني بنتكلم لو أنا بقسمها لو إحنا بنبتدي إحنا كل هذه هدفنا إن إحنا نحد
من الإصابة بالفيروس الكورونا ونمنع انتشاره. فإحنا عندنا أول شيء لما نتكلم طبياً، إحنا أول شيء الوقاية، دائما نقول الوقاية خير من العلاج. فإحنا الوقاية متمثلة في كذا شيء. الوقاية إحنا الاكتشاف المبكر، إحنا لما القيادات ابتدت بخطة استباقية من شهر يناير ابتديناها يمكن قبل أول حالة، إحنا الكشوفات اللي نسويها يعني أحيان الكشف المبكر إحنا نسوى في أرض المعارض، عندنا الكشوفات للكشوفات عشوائية، كشوفات للمخالطين، كشوفات للي عندهم أعراض، كشوفات للقادمين من المطار، كشوفات اللي هما أنهوا الحجر. نعم. فيومياً إحنا كنا في البداية يمكن نفحص تقريباً 2000 إلى 3000، إحنا وصلنا ل 4000 إلى 5000 في اليوم، هاي فقط في الحجر غير المؤسسات العزل والحجر والمطار. والفحوصات الروتينية. نعم، فهذه من أحد الخدمات. طبعاً الخدمة الثانية اللي هي حين لما أنت سويت الفحص، سوي التحليل. صحيح. تحليل هاي التحاليل المخبرية، طبعاً أول شيء يعني نشكر قيادتنا ونشكر الفريق الوطني ونشكر اللجنة التنسيقية على توفير كل التمويل اللازم. يعني مختبراتنا أول ما ابتدينا ترى كنا نفحص يعني عدد قليل، كنا في البداية 2000-3000، فحن وصلنا ل 10000. يعني أنا أمس يمكن 9000 فحصة، يعني ما بين 7000 نوصل ل 10000 فحص مخبري في اليوم. نعم. هذه كلها بفضل الله وبفضل أن إحنا وفروا اللجنة التنسيقية التمويل اللازم، وفروا وكان هناك يعني خطوة استباقية تأمين المستلزمات اللي هي حق المختبر، سواء حق المعدات للرعاية الICU، يعني الرعاية القصوى، الطاقة الاستيعابية، فتح هالمراكز. يمكن حين أقول لك يمكن 7-8 مراكز غير الICU اللي في الدفاع وفي الوزارة، وكلنا يعني يد واحدة. فهذه شيء ثاني. هي حق الخدمات الثالثة اللي هي التقصي والترصد والمتابعة، هذه من أهم شيء. طلعت عندك الحالة موجبة فأنت تتصل فيها وتحولها على حسب الحالة، إذا كانت خفيفة أو فيها يعني مشاكل تحولها على الجهة المعنية. نتابع المخالطين، نشوف المخالطين، أنت المصاب نقول له من مع من قعدت في البيت، أهلك، في الشغل، نسوي قائمة نرسلهم لأرض المعارض، نسوي لهم فحص، نعطيهم التعليمات الوقائية إن هم شنو الإجراءات اللي يجب يتخذونها قبل لا يسوي الفحص. نقول له ترى أنت تعزل نفسك لما تسوي الفحص، إذا طلعت سالب بعد تعزل نفسك، خاصة المخالطين المباشرين. هذه من الأشياء اللي إحنا نسويها. غير ذلك الخدمات اللي تقدم في مراكز العزل والحجر، والحمد لله إحنا وصلنا الحين لمرحلة إن نخلي في عزل منزلي. نعم. للحالات المصابة، الحالات الخفيفة أقل من 60، ما عندهم أمراض مزمنة، فهذه منزلي، بس نأكد عليهم إنهم يطبقون الإجراءات الاحترازية، التعليمات اللي نعطيهم. فهذه الأشياء كلها إحنا يعني منظومة متكاملة، يعني وزارة الصحة مع الدفاع مع الداخلية مع المستشفيات كلها الخاصة، المستشفى الملك حمد، يعني الكل يشتغل، يعني نشتغل كفريق واحد. غير الأشياء الثانية اللي هي المتابعات الأخرى، يعني عقب مثلا الحالات الحين لما مع المؤسسات الأخرى مثلا وزارة التجارة، الوزارات الأخرى، يعني أنا الحين مثلا مفكر على أي أساس أنا مثلا بفتح المطاعم، على أي أساس بفتح النوادي، على أي أساس بفتح المدارس. بالضبط. فإحنا على طول تلقين خلية واحدة، فريق يجتمع معها المؤسسة عشان نحط البروتوكولات، نحط الإجراءات، فريق يشتغل مثلا مع المطار، فريق يشتغل. فإحنا يعني كلنا خدماتنا متكاملة والحمد لله. يعني في النهاية تحس إن إحنا أول شيء عندنا قيادة لها نهج متكامل، عندنا لها نظرة ورؤية استراتيجية فعالة، خطة استباقية يعني مرسومة، يعني ما بعملنا يعني مثل ما يقولون هازرد، يعني تسوي لا بدون تخطيط، بدون. فاحنا من الحكومة مع يعني استراتيجيتها والنهج اللي تمشي عليه. نعم. ننزل تحت عندنا الاستراتيجية والقيادة، والحمد لله يعني اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي سمو ولي العهد ومع الفريق من معالي وسعادة الوزراء مع الحكومة سيدي سمو رئيس الوزراء وجلالة، يعني الفريق ترى كله يشتغل منظومة كاملة. يعني إحنا يعني على طول اجتماعات دورية، إحنا الفريق نجتمع كل يوم،
المجلس التنسيقي او لجنه التنسيق مرتين في الاسبوع، واذا يعني استجد جديد استدعت، يعني الكل قاعد يشتغل. فاحنا يعني نعول على افراد المجتمع يحطون يدهم في يدهم عشان احنا نواصل. انا ما اقول نواصل بعزم، نواصل بعزم اصرار مسؤوليه. يعني هذه البحرين الحين تبغين البحرين. احنا الحمد لله خطينا خطوات كثيره، والمؤشرات يمكن امس في المؤتمر الصحفي عرضوا يعني زملائي الاطباء المؤشرات اللي هي تبشر يعني بالخير. ما نقول ان احنا خلاص خلصنا، لا، في تحديات، لكن في مؤشرات تبشر. انا لما اتكلم عن تقول لي احنا يعني انا ترى دائما اول ما ادخل البيت عيالي يعني يسألوني والأهل ها شلون الوضع اليوم. نعم. يوميا. نعم. من كل الناس يسألون. احنا نقول الحمد لله ما دام احنا مع يعني متكاتفين. يعني انا اقول على الافراد المجتمع ان احنا لازم نتعاون، لازم نتلاحم خاصة في الأزمات. نعم. وأثبتت البحرين وبشهادة يمكن كل الدول في العالم والحمد لله، يعني المنظمات يعني واحنا اجتماعاتنا على طول دورية خارج البحرين، الكل يشكر ويشيد في البحرين على الخطوات اللي ناخذها، وصرنا نموذج لهم. نعم. صحيح، ويمشون يعني على خطواتنا ونهجنا. نعم. صاروا في. نعم. بعض الدول احنا على فكرة ترى يعني وايد نرسل لهم البروتوكولات، سواء بروتوكولات علاجية، بروتوكولات يعني إجراءات احنا نمشي عليها، وتشوفون احنا حسب المستجدات يعني نعدل في البروتوكول. قلنا الأول 14 يوم عزل، الحين خلينا 10 أيام. صحيح. قلنا قبل إن ما في عزل منزلي، الحين سوينا عزل منزلي. صح. لأن شفنا المجتمع البحريني مجتمع واعي، مجتمع قد المسؤولية، وإحنا يعني يدنا في يده، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نعدي هذه الفترة والأزمة. كل ما تكاتفنا وكل ما نفذنا كل هالإجراءات بحب للبحرين وبالحس الوطني، بإذن الله إن شاء الله بنعدي وبنعدي بسلام. أكيد إن شاء الله. يعني كلام وطني جدا لامس قلوبنا صراحة. دكتورة، أنت قلتي في بداية الحلقة أن أنت اللي تقومون في واجب، وأنا أقول لكم اللي تقومون في أكثر من الواجب. إحنا والله قاعدين كل يوم نفخر أن إحنا في دولة مثل دولة البحرين، في قيادة مثل قيادة ملكنا أبو سلمان. فعلا يعني الكلام اللي تفضلتي فيه، شلون دولة خلت الإنسان أول على. نعم. رأس أولوياتها. صحيح. قالت صرفه وحطه ولا تبون تحطونه. نعم. نعم. ولا حطت حق هذه الأمور اعتبارات، عدد الفحوصات الكبير اللي قاعد. نعم. نقوم فيه، عدد الاجتماعات، التعب، الجهد اللي قاعد. نعم. نتمارسونه فعلا يستحق، مو بس ان احنا نشكركم، يستحق فعلا من كل مواطن قاعد اليوم قاعد يشوفنا انه فعلا سو يعني كل شيء سووه. أيوة الدولة سوت كل شيء. يعني ما اتوقع ان الدولة تأخرت في شيء مطلقا، سواء حزمة اقتصادية من جانب، سواء الرعاية الصحية اللي فعلا خلتنا حتى احنا كشعب نرجع نثق اكثر في مؤسساتنا الطبية، صرنا نثق. احنا ترى نستانس، يعني احنا نسوي هذا العمل، يعني وايد عندي انا كل الموظفين تروحين الصحة العامة الحين خلية نحل، يعني ناس قاعدة تفحص الفحوصات 24 ساعة. نعم. يعني تروحين الساعة 4 موجودين ناس الحين في عندي في الصحة العامة يتابعون الحالات الموجبة، يتصلون فيها، يتصلون في المخالطين. فخلية نحل غير اللي عندك هناك في أرض المعارض، غير اللي في المحاجر وذي. نعم. وكل ترى يعني لو تسألينهم، ويمكن كل يعني يشهد علي الإعلام الفيديوهات اللي تنزلوها، الكل فرحان. نعم. يستانس يعني. صحيح. يقول لك أنا شهر ما شفت عيالي أو ما شفت ضميت ولدي، لكن ما يقولها بحزن، يقولها. نعم. بفرح، يقولها فخر وفخر. نعم. يعني الدكتورة لما تتكلم يعني اللي يعجبني في الدكتورة لما تتكلم بفخر، تتكلم بحب، تتكلم. نعم. بولاء عن العمل. نعم. اللي قاعد تقدمه. يعني لما نشوف الفريق الطبي، لما نشوف أهل البحرين اليوم يتكلمون عن هذه الجائحة، يتكلمونها كنجاح، كفرحة. نعم. كبطولة. إذا بتكلم في الجانب الرياضي تشوفونها كبطولة حققتها البحرين في هذه الجائحة، وهذا اللي يخلينا احنا نتفائل بأبناء البحرين. لا، ويخلي علينا دكتورة جزء من تحمل المسؤولية. إذا الدولة. نعم. سوت كل اللي عليها، أنا شو اللي مطلوب مني؟ خطوات بسيطة. نعم. بسيطة. نعم. جدا 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 راح تخلينا كلنا نرتاح. وإحنا ترى يعني حاضرين، أنا دائما أقول حق أي أحد تليفوني 24 ساعة مفتوح. ما شاء الله. يعني كلنا ترى يعني أي شيء اللي يبغي يسأل، اللي يبغي يعني يستفسر، إحنا حاضرين. يعني هذه واجبنا. يعني أنا يسألوني أحيانا يقولون يعني في نجاح، يعني في مثلا
شلون يعني تحددون نجاحكم يعني تقولون مستانسين او مؤشرات عندكم؟ نعم. طبعا احنا اولا يعني تشوفوا يمكن البحرين الوحيده اللي ما صار فيها حظر. يعني احنا نعتمد على الوضع الصحي في البلد. صحيح. الحمد لله الحين تشوفين الناس تروح الشغل، الناس يعني سواء في المؤسسات سواء في المنشآت حياة مستمرة. يعني تقوم بأعمالك، ما في شيء يعني ذي اللهم أن أنت لازم تلتزم بالإجراءات. نعم. هذه حق واجب على كل فرد وكل مواطن. فهذه يعني هذه أشياء تحس أن المنشآت أو مثلا بتقول لي المطاعم أو الأماكن التجارية مفتوحة، ما قصر شيء على الناس. نعم. يعني ما تشوف أن الناس مثل ما شفنا بعض الدول، فالحمد لله يعني احنا بخير. لكن انا اذا اتحكي من منطلق طبي ومعايير نحن نمشي عليها، نعم في عندنا معايير نمشي عليها. انا شلون انا اقول الحمد لله؟ انا كل يوم اقول الحمد لله ومتفائلين نحن بنعدي هاي الفتره او الازمه. عندنا مؤشرات يمكن قالوها وعيدها، احنا نمشي على مؤشرات ومعايير. اول شيء انا اشوف نسبه ايش قد انا عندي مرضى مدخلتهم في المستشفى، يعني حالات قائمة. نعم. وكم نسبة المتعافين؟ تدرون الحين من أول ما ابتدينا للحين كم متعافي؟ 26,000. نعم. يعني دشة وطلعوا والحمد لله كمان مرسين حياتهم. يعني مرسين حياتهم. إن شاء الله يربي كلهم بعد تبرعهم للبلازما. صحيح عندنا حالات، لكن يعني 26,000 إحنا الموجبة صار يعني تقريبا يمكن 630,000 منها 26 طلعوا. يعني امس حطوا في هذه المؤشرات من 0.6 الى 1.4، يعني وحين في الاسابيع الاخيره قاعد تقل. هذا شيء مؤشر يعني الواحد يمشي عليه. المؤشر الثاني انا اشوف كم حاله موجبه بالنسبه. احنا مثلا اليوم انا فحصت مثل ما قلت لكم فحصت 5000 او 9000، كم طلعت عندي نسبه موجبه؟ فهذه أشوفها يومياً. إحنا طبعاً الفريق الوطني يوميًا يتابع هذا الشيء. عند أساليب قياس. نعم. وطرق قياس. المؤشر الثالث اللي هو نشوف نسبة التكاثر، يسمونه R، يعني رقم يسمونه التكاثر الأساسي. هذه يعني في علم الوبائيات. نعم. إحنا كصحة عامة. نعم. نقول مثلاً أنا الحين صارتني إصابة، كم حالة نشرت يعني صادهم؟ نعم. فالحين ذي المؤشر بعد نفس الشيء 1.4 أو يعني من وين؟ وكل ما غلط طبعا وايد يفرح لاني عباره قضيتي على المرض. احنا لحد الحين في موجود هذه المؤشرات. دكتوره خلينا نتكلم عنها اكثر، لكن اعتقد لو عندك تقرير اكيد احنا عاد راح نواصل معاك وراح نواصل طبعًا. بعزم لكن بعد بعزم بعزم وبحزم ومسؤوليه ومسؤوليه بس راح نطلع تقرير اعدته لنا الزميله شوق العثمان عن الدور الكبير اللي تقوم فيه وزاره الصحه بحفظ سلامه وصحه المجتمع. خلينا نتابع معاكم الجهود الكبيره اللي قاعده تقوم فيها وزاره الصحه في هذا الوقت تحديدا. ارتقاء في المستوى الصحي في كل يوم تثبته وزارة الصحة من خلال التقارير اليومية والمتابعة المستمرة المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين بدون استثناء. وزارة الصحة سخرت إمكانياتها العملية والعلمية في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين خلال هذه الجائحة ومنذ أن تأسست بفضل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة. إنجازات كبيرة حققتها وزارة الصحة خلال هذا التحدي الصحي، والأرقام خير دليل على ذلك، وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء أحدثت نقلة نوعية في ملامح القطاع الصحي، حيث تعد العناية بالقطاع الصحي في مملكة البحرين من أحد المحركات الرئيسية للتنمية في المملكة، التي تساهم في عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي بكل أمان من الناحية الصحية. فالمواطن والمقيم اليوم يثق ثقة تامة بالخدمات الصحية المقدمة، ويعتز ويفتخر بما وصلت إليه هذه الخدمات، ما يقوده إلى العودة إلى سابق العهد بكل سلاسة. الجهود والخطط التي تقودها الحكومة لتأسيس نظام صحي عالي المستوى ذو كفاءة عالية، ترجمة واقعية تعكس التطوير الحاصل في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وترجمة فعلية لأهداف الخطة الوطنية الصحية.
حياكم الله من جديد ومستمرين مع الحديث الشيق والجميل والممتع دائما مع الدكتورة مريم. دكتورة، يعني من فئات المجتمع اللي تحظى بالدعم النفسي هم العاملين في المجال الصحي والحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، شلون يتم تقديم الدعم لهم؟ طبعا إذا بنتكلم عن الدعم النفسي جدا جدا يعني مهم، خاصة في مثل هالظروف. صحيح. احنا دائما في الظروف اللي هي الأزمات يعني تشوف الضغوطات النفسية تزيد طبعاً. سواء حتى على أفراد المجتمع. صحيح. كيف في حال إذا كان مريض مصاب أو أهل المصاب أو إنك كوادر صحية عاملة بالضبط. وفترة طويلة وتعمل تحت ضغط. نعم، فإحنا تشوف ترى كثير من اللي يعني إحنا نتواصل معاهم اللي عنده قلق، اللي عنده خوف. صح. اللي عنده توتر، اللي عنده أرق، اللي عنده اكتئاب، وسواس قهري. طبعاً الوسواس عاد هذه حدث ولا حرج. حدث ولا حرج. فطبعاً هذه نشوفها سواء بين المصابين أو المخالطين أو الأهل أو العاملين الصحيين. طبعاً إحنا وزارة الصحة يعني حاطة الكادر الصحي يمكن سلامته والحفاظ عليه من الإصابة يمكن في مثل ما نقول توب برايورتي، يعني في الأولويات، يعني من الأمور اللي يعني تركز عليها يومياً. وإحنا كفريق طبي برئاسة معالي الشيخ محمد عبد الله يأكد إن إحنا لازم يعني نعطي كل السبل اللي هي تسهل عمل العاملين الصحيين. يعني إذا بنتكلم على يمكن على كثير من الأصعدة، أنا بتكلم أول شيء إنه من خلال التوعية والتثقيف لكل العاملين، أو ما أتكلم عن أطباء وممرضين، العاملين بشكل عام جميعهم. نعم. بلا استثناء، من خلال القنوات، من الإعلام، مواقع التواصل، المواقع اللي هي للوزارة، هذه على طول مكثفة حتى للعاملين. الشيء الثاني يعني توفير، وأنا دائما أعيد وأكرر يعني نشكر قيادتنا، نشكر حكومتنا، توفير كل السبل. يعني أنا لما أحط يعني توفير المستلزمات اللي هم يحتاجونها للحمايتهم. نعم. من أقنعة، من لبس، من كذا، هذه على طول يعني، وكم يبدل في اليوم هاي كل العاملين. معنا صدقين دكتورة ما بقاطعك في هذا الجانب، احنا سمعنا من أشخاص في دول متقدمة تنعت نفسها متقدمة إن حتى هذه الأمور ما عندهم إياها في مستشفياتهم. نعم. نعم. نعم أنا أعرف أطباء يعني بحرين يدرس برا، أطلبهم من البحرين نوصل لهم أهاليهم. بالفعل أطباء يشتغلون برا، أطلبهم ما يوفرون. يعني الأشياء الثانية اللي توفر لهم يعني حق الكادر، يعني احنا يعني بالنسبة حق التعامي والبروتوكولات اللي سويناها لهم، الفحص الدوري لهم يعني على طول، يعني هاي كلهم اللي يشتغلون ترى كلنا نفحصهم أسبوعياً. على حسب إذا أنت في الخطوط الأمامية، إذا أنت كذا، أو أي حد عنده عرض أي أعراض على طول، وهذه كلها حق الكوادر. الشيء الثاني أشياء يعني تكون مباشرة وغير مباشرة، الخطوات اللي خذوها المستشفيات اللي هني في البحرين إن إحنا التطبيب عن بعد، يعني بدل أنت يا مريض تجيني في المستشفى وعالجك بالتليفون والكونسلتيشن وكذا، فهذه خفف عليهم المخالطة والبعد. نعم. الشيء الثاني توصيل الأدوية، وصلونهم لمكانهم، فهذه الأمور يعني دكتورة أزيدك. نعم. قرف العزل المتنقلة. نعم. يعني شفناها شلون قاعدة. نعم. توفر حماية. كثير من الأمور فعلا دكتورة قاعدين تسوونها، حتى احنا استضفنا مسؤولة الطب النفسي عندنا في البرنامج وقالت. نعم. ان في برنامج نفسي وارقام متوفرة. نعم. لكل من يعمل. نعم. في الكادر الطبي. صحيح. للاتصال. نعم. عشان يحصل نوع من الهدوء النفسي. نعم. وكذا الدعم النفسي. كل يعني واحنا يعني حتى انا اللي سمعوني هني اللي عاملين. نعم. في الكوادر الطبية، احنا كلنا معاكم، احنا كلنا نقدر الشغل اللي قاعدين فعلا نعمله. ترى انتم تعطون يعني ترى هذه واجبنا، ما تشوفون احنا ايش كثر نشوفكم بعد، يعني تواصلكم هالمجتمع الواعي اللي كل يوم يعني احنا صار لنا مده ويوميا، وهاي التوعيه ترى انتم معانا، يعني كلنا جنود، كلنا جنود البحرين، كلنا جنود، لكن انتم اللي في الصف احنا الاول. في الاشياء النفسيه يعني احنا في البدايه ما كنا بدانا بالنفسي، سووا برنامج مبادرات يعني عشان تخفيف الضغوط النفسيه. نعم. سواء على العاملين او سواء على اللي هم موجودين في الحجر والعزل.
سووا برامج اللي هي خط مباشر للدعم نفسي. يعني يتصلون بالأطباء وحطينا الأخصائيين لليوم. يعني إذا كانت عامل يعني في الصحي مثلاً وعنده يعني تعرفين لهم على هالضغوطات أو إن هم مرضى أو حق المجتمع، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع، خاصة مثل ما قلت كيفية التعامل مع الضغوطات. تذكرون إحنا قبل لا صرنا جائحة دائماً نسمع كيفية التعامل مع الغضب، كيفية التعامل مع الحين، كيفية التعامل مع الأزمات من ناحية الأشياء اللي هي تريح ونفسياً محتاجين لها. كلنا ترى كلنا أفراد المجتمع محتاجين، مو بس الطبيب ولا المريض، حتى الطفل. يعني من المبادرات خلوها يعني شلون مع يعني للأطفال، لأنهم يتأثرون كثير بالحالات يعني بهذا الشيء. شلون أستمع لابني، شلون أقضي الوقت مع في المنزل. فهذه من الأشياء اللي قاموا بها فريق يعني من الصحة النفسية عندنا في وزارة الصحة ومع المؤسسة الثانية. يعني يمكن دكتور أنا اللي يعطيني أمل أن أنتوا يعني أنتوا ما شاء الله شغلوا اللي قمتوا فيه مقدر من قبل الجميع، على رأسهم جلالة الملك. جلالة الملك الله يحفظه في خطابات الملكية في هذه الفترة، خطابات السامية ما نساكم. وبالعكس جلالة الملك وعد وهي وعد ملكي، يعني واحنا نقدر هذا الوعد بمكافأتكم انتم الصفوف الاولى. احنا يعني يمكن سبقتيني يعني كل الشكر والتقدير والاحترام والاجلال. يعني اقول انا دائما اقول قيادتنا على رأسها جلالة الملك على هذه اللي يعني في كلمته، واخر مره في الاجتماع مع قوة الدفاع يعني دائما يثنون على الجهود اللي يقوم بها الطاقم الصحي. فهذه يعني يخلينا ان احنا نقدم الكثير ونكون اهل الثقه اللي حملوها لنا، واحنا يعني نتمنى ان نكون احنا اهل الثقه اللي حملوها لنا على يعني. وهي مسؤوليه، واجب وطني، مسؤوليه، حس وطني. وبعد رئيس الوزراء خصص لكم يوم، يعني وان شاء الله يا ربي نحتفل بذي اليوم والبحرين فيها نسبه. واليوم بعد انا شكر خاص لسمو رئيس الوزراء، ربي يحفظه ويرعاه ويطول في عمره. اليوم صدر قرار من سموه بإعفاء الأطباء اللي عليهم تأخير اللي هو التراخيص، رسوم التراخيص. في أطباء كثيرين يعني عليهم يعني في، فهذه شيء يثلج الصدر. ويعني شو نقول؟ يعني إذا هذه قيادتنا يعني شو نتكلم؟ يعني الشكر ودي شيء قليل. بدون لحد يطالب ياتكم هذه المكرمة، بدون لحد يطالب تيكم هذه الدعم. لا الحمد لله يعني احنا في احنا يعني دائما الواحد يحمد ربه ويشكر انه هو مواطن بحريني. أيوة عايش في البحرين في امن وامان، ورب ان شاء الله يعني يجعل الامن والامان ويحفظ البحرين من كل شر ومكروه. امين يا رب. وطول ما احنا متكاتفين وقلبنا على بعض ان شاء الله باذن الله نعدي هذه المرحله بامان ان شاء الله. اجدادنا وابهاتنا في ذيك المراحل الأيام الصعبة بيعدونها في هذه الأيام بعد التكاتف الجميع. أكيد أكيد وأكيد راح نواصل بعد دكتورة بعزم. لكن اختيار هذا الاسم هل هو راجع إلى أن قد أوكي بعد بين قوسين أن الشخص إذا مثلا امتدت المدة وطالت في الوباء والتزم مدة طويلة، إحنا قلنا داخلين الشهر إذا تكلمنا عن مملكة البحرين داخلين أي شهر؟ خامس؟ إحنا داخلين الخامس. داخلين الخامس إذا حسبناها من شهر. هل ممكن إحنا نتراخى؟ شوفي لا شك ان في مثل هالازمات اذا طالت المده الكل يعني يتاثر، لكن بعد نرجع ونقول ان احنا الالتزام واجب بتنفيذ كل هالتعليمات وهالاجراءات الاحترازيه. لكن لا شك ان في له هو تاثير، لكن بتكاتفنا بتعاوننا والتزامنا، واحنا نعيد ونكرر احنا مجتمع واعي ملتزمين مسؤوليه، ونواصل باصرار وبعزيمه وبتحدي لهذا الفيروس. وان شاء الله بنعدي ان شاء الله. فهذه اللي احنا نعول على كل فرد، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. واعتقد ان الفرد يعني عنده مسؤوليه وانضباط ذاتي، ولازم يخجل من نفسه عقب كل هذه الجهود والتعب اللي احنا قاعدين نشوفكم تتعبونه في الصفوف الاولى، اني ونتراخى في امور هي سهله. بالضبط. يعني ما فيها تباعد اجتماعي، نظافه
الحمد لله احنا كلنا مسلمين وكلنا نظاف ولبس كمام. بالضبط، امور سهله يعني، امور احترازيه سهله جدا. انا ببوق سؤال من الدكتوره دائما تسال الدكتوره لولو، دائما تقول ودها تسمع القصص، يعني انتم كعاملين في الصفوف الاماميه سواء في وزاره الصحه في الفريق الوطني الطبي البحريني، انتم مع عوائلكم مع بناتك وعيالك اللي قلتي عنهم الكادر الصحي اللي موجودين في وزاره الصحه، اكيد في قصص تسمعينها وتشوفينها وتلمسينها واحيانا تحلينها بعد مع اللي موجودين معك في العمل. يعني قصص كثيره يعني تخص ال يعني كل يوم تطلع لنا قصة. كل يوم قصة. كل يوم قصة. يعني أنا دكتورة يعني بختصرها لك. لو الحين بتكتبين منوثق هذه السيرة وقلت لك أبرز القصص اللي فعلاً تستحق التوثيق، تستحق إن إحنا نذكرها في البرنامج. يعني أنا يومياً لو أكتب في كل يوم بيوم في قصص. يوميات كورونا. نعم، يعني اليوم الحين وأنا جاية كانت مسج أب، يعني هي العائلة كلها صار لها كورونا. الأم. والاب وعنده ثلاث بنات او لا عنده اربع بنات وكانت يعني صادوا بالكورونا والام توفت الله يرحمها. بعد اسبوع البنت صادها، يعني عقب ما عملنا لها الفحص صادها الفيروس وكانت حالتها شديده وتنومت في الاي سي يو. اليوم اشوف الابو كاتب شكر لكل اللي يعني ساعدوه وقال رجعت بنتي، يعني هاي فرحة. الحمد لله. يعني أنا للحين ما كملت ذي، فهذه نفرح إحنا. أيوة. لما تشوف من دي، من أسبوع كان بعد في عائلة عندي، عائلة الأب والأم والبنات الثلاث وعندهم الطباخة والمرضى بعد صادهم. فطبعا أول ما صادهم الكل، الأم في الآي سي يو، الأب في الآي سي يو، البنات في الشام في يعني في المستشفى، واحدة في المنزل حجر. فتخيلي يعني الجو والضغط النفسي والحالة النفسية لهم والدي. فبعدين يعني ترخصوا ورجعت الأم يعني فوق التسعين، رجعت البيت. يعني تخيلي أنت الفرحة اللي يعني اللي هم لعودتها. ففي أمور يعني الواحد يفرح لما يسمع من هذه الأمور. الأشياء الثانية طبعا اللي إحنا تمر علينا يعني على طول اتصالات. أنا مثلا صديقي هكو صادة صديقي وأنا خايف، فيعني هذه كلها من القصص اللي تسمعينها. فأكثر شيء فاحنا قد ما نقدر نطمن يعني مثل ما تقولون تراعون مثل هذه الحالات. يعني احنا شفنا يعني اشياء مثل ما تقولين يعني مآسي، لكن تفرحين لما تشوفين الاشياء أكيد. الايجابيه وخاصه بين الناس. دكتوره ذكر مثل هذا القصص بعد تزيد مسؤوليتنا. الواحد ما يبي يكون طبعاً طرف في انه هو يعادي او ينقل الفيروس حق اشخاص. يعني انا امس شفت عندكم انتم منزلين في المتعافين. اي نعم. واحده اسمها اسراء كانت. اي نعم. شلون هي زوجها صاده. نعم. وكان حالته شديده وهي شلون صاده، وكانت تشجع الناس وتحث الناس. تكلم تفاؤل الدكتوره كانت. اي فاحنا هذه اللي نبي، يعني نبغي نقول حق الناس صحيح احنا شعب واعي، احنا صج التزام بالمسؤوليه، نواصل بعزم عشان احنا ترى ما بنخلص من هذا الفيروس اذا ما التزمنا بهذه الامور. نعم. اذا استمرينا على التزامنا. نعم. دكتور فهذه كلنا مسؤولين. يعني انا امي اختي خالتي اخوي صديقي فريجي كله، يعني انا اخاف عليه. انت تخاف على هلك على قريبك اللي معاك في البيت. انا اذا التزمت وبحس وطني وبمسؤوليه ما بعدي امي بالفعل. ما بعدي اختي، ما بعدي ولدي، ما بدخل فيروس بيتي يا دكتوره. فانت وانصار مثلك، يعني لو خذيت كل بيت بروحه فكلنا فبنقضي على هذا الفيروس. بالفعل. ترى هو مو شيء خطير ويخوف او كذا ولا اي غصب عنك. لا. نعم. اي بيدك انت. نعم. انت اللي ممكن تدخل البيت وممكن انت اللي تمنعه عن دخول. نعم. البيت. نعم. لما انا اقول له التزم، شنو الالتزامات؟ ثلاثه اشياء بسيطة. انت بتحط لك الماسك، بتبتعد، بتغسل يدك مستمر زين، والتعقيمات وتباعد. يعني هاي شنو يعني هذه الاشياء احنا ما قلنا نطلع برا وذي، بس التزام. بالضبط. التزم بهذه التعليمات. صح. التزم بالاجراءات الاحترازيه. في ناس يعني ما اقول لك في ناس يعني تاخذ المساله يعني بسهوله انه ما بيصير شيء او انا قعدت او بالضبط. مثلا في ويبه بشيله خلينا نسمي الامور بمسمياتها، باستهتار. طبعا احنا في التهاون يعني
يعني نتمنى انه ما يكون الواحد يتهاون لهالدرجه، لكن احنا بعد مثل ما نقول نواصل بحزم وبعزم. صدقتك. عندنا اجراءات قانونيه يعني احنا نتخذها اذا كان واحد في مخالفات، يعني ما اقول لك واحنا ما نرضى يعني على شعبنا ولا ودنا احد نخالفه، يعني ودنا الكل يلتزم. احنا عارفينهم ان طول عمرهم ملتزمين بكل شيء. دكتوره لو بقول لك عندك كلمه اخيره توجهينها لمن؟ انا والله كلمه اخيره اول شيء اشكركم على هذه الاستضافه، وكلمه ان يمكن رساله شكر لجلاله الملك، شكر لقيادتنا الرشيده، لسمو رئيس الوزراء وولي العهد الله يحفظهم ويرعاهم، الفريق الوطني، للكادر الطبي، للمتطوعين، لشعب البحرين الواعي. واتمنى واقولها واكررها، احنا مجتمع واعي، احنا ملتزمين بمسؤوليه لتنفيذ كل الاجراءات والتعليمات، وسنواصل بحزم وباراده وباصرار للحد ودرء فيروس الكورونا، وربي يحفظ البحرين قياده وشعبا ويحفظكم من كل شر ومكروه. بهذه الكلمات مع الدكتورة مريم نختم هذا اللقاء اللي ما ودنا صراحة نختمه، ولكن أنا متأكد وعلى يقين بمثل ما قالت الدكتورة بوعي المجتمع، بالتزام المجتمع، بقدرة المجتمع على مواصلة العطاء والعمل بجد واجتهاد حتى نجتاز هذه المرحلة ونجتاز فيروس كورونا. الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، احنا شاكرين لك وعاجزين عن الشكر على تواجدك معنا في هذا اللقاء الشيق. شكر لكم وربي يحفظكم ويحفظ البحرين. شكرا لك. فاصل مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد راجعين في مجتمع واعي، خلكم معنا دائما وأبدا. بين الأمس واليوم الناس تعيش حالات شعورية مختلفة تجاه فيروس كورونا كوفيد-19، بين الشك واليقين، بين الاستهتار والهلع، بين الخوف والرجاء. يا ترى اليوم وبعد مرور قرابة 4 أشهر وين وصلنا؟ أخاف أن أفقد بعد أحد عزيز علي، وكانت صادمة لي يوم وصل حق كلمة نوضك الخليج يعني، فما كنت مستوعب الشيء. والله أول شيء يعني ما كنت إنه يعني متوقع إنه لهالدرجة بتوصل هاي المرحلة. وباء عالمي يعني ما حد قرر يتخلص منه بسهولة. خليني أقول لك إن الأصعب الفترة دي إن الواحد ممكن يبقى السبب في إن هو يفقد عزيز. فالحين أنت احسب حساب إنه مو موجودين لا ممرضين ولا هذا، شو تسوي أنت في حالك؟ يعني لو ما الأطباء ما يمكن إحنا عرفنا وش ده المرض ما أحد. في ناس ما تروح بيوتها لمدة 2 أو 3 أيام، ليالي وأيام ما يدري عن أهله ولا يدرون عن أولادهم حتى، يعني ورا الكواليس ما حد قاعد يشوف. هذين الأشخاص اللي واقفين في الصف الأمامية اللي قاعدين يضحون بحياتهم من أجل حياة الآخرين، يعني إلى الشكر والامتنان وإلى يعني نخليهم على الرأس هذين. مهما قلنا ومهما تكلمنا مش هنوفيهم حقهم. طاقم الطبي أنا أحبكم واجد. الوقاية من هذا المرض، الوقاية من هذا المرض هي مسؤولية اجتماعية. لو الواحد يحط نفسه في أن الشخص اللي ممكن يتعرض للمرض ممكن يفقد حياته وإنسان عزيز عليه، والده، والدته، أخوه إذا كان عنده بعض الأمراض نفس أمراض السكري أو الربو، الطفل الصغير، لو فكر أن هذا الشخص هو كان إنسان قريب إليه بيحس فيه أكثر. كطاقم طبي نواجه الحالات بشكل يومي، رسالتنا للكل الالتزام يؤدي إلى الانحسار والاستهتار يؤدي إلى الانتشار، التزم بمسؤولية. حياكم الله من جديد. بالتأكيد جهود الصحفيين وكتاب الرأي والأعمدة واضحة في تسليط الضوء على مختلف القضايا والمواضيع اللي تهم المواطنين والمقيمين،
وتلعب صحافتنا المحلية دور كبير وبارز في زيادة الوعي وارتقاء المجتمع وتثقيفه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشر عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكيد اليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة الأيام بقلم الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بعنوان جهود العاصمة في زمن الكورونا. خلنا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال وراجعي. أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لتنمية ثقافة العطاء الإنساني وترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية باعتبارها أولوية للمجتمعات المتحضرة، فهذه الثقافة أصبحت مؤشراً مهماً في التنمية، لذلك كانت المملكة سباقة في تقديم مبادرات رائدة ومتميزة لتدارك أضرار وتداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، خصوصا وأن الإمكانيات اللازمة التي تخصصها القيادة الحكيمة وما نتج عنها من الوصول إلى الجاهزية القصوى المطلوبة في مثل هذه الظروف بكل كفاءة واقتدار نالت ثقة المواطنين والمقيمين وثناء منظمة الصحة العالمية، وذلك بفضل التوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومؤازرة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ويشرفنا أن نكون جزءا من فريق البحرين ونقف في الصفوف الأمامية مع كل المخلصين في مثل هذا الظرف الاستثنائي الذي يتطلب منا الوقوف صفا واحدا لخدمة هذا الوطن المعطى في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لذلك سنواصل مبادرتنا الاجتماعية والتنموية حتى انتهاء جائحة كورونا بإذن الله تعالى لدورها في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية. والشكر لفريق محافظة العاصمة الذي عمل ليلا ونهارا ولكل الداعمين والمساندين لنا في هذه المهمة من السادة التجار والشركات والبنوك، وهي بادرة طيبة ودلالة على حب الخير المتأصل في أبناء هذه الأرض الطيبة. مقال أكثر من رائع بلا شك. الوعي المجتمعي في مملكة البحرين هو وعي شامل، كل مواطن بدأ يهتم أنه يكون عنده معرفة وثقافة والتزام في مختلف المجالات اللي تعامل معها كمواطن أو حتى مقيم. هذا الوعي يا فواز ما يمن فراغ. نعم. هالوعي نتيجة للجهود الحكومية الكبيرة من مختلف الجهات والمؤسسات، وأيضا نتيجة لإحساس المسؤولية عن كل شخص اللي يسعى أنه يطور من نفسه ويكون عنصر فاعل في المجتمع. بالفعل، من ضمن هذه الجهات بكل تأكيد وزارة الداخلية وتحديدا الإدارة العامة للمرور. هذه الإدارة اللي تبذل جهد كبير لتوعية الناس بالسلامة المرورية والحفاظ على سلامتهم من خلال استخدامهم للطرق. طبعا إدارة الثقافة المرورية دشنت مؤخرا حملة اسمها شكرا تحت شعار صيف بلا حوادث، واللي جات ضمن جهود كبيرة من قبل منتسبي هذه الإدارة للحفاظ على سلامتنا كلنا. خلنا نتابع معاكم هذا التقرير عشان نتعرف أكثر على هذه الحملة ونرجع للحديث عن هذا الموضوع. الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ مبادرات شكراً لتكريم السواق الملتزمين بالأنظمة والقواعد المرورية تحت شعار صيف آمن. ترتكز حملتنا اليوم على سلامة الإطارات في فصل الصيف، مما تشكل عنصر مهم في السلامة المرورية بالتعاون مع القطاع الخاص والشركة العالمية للإطارات بيرلي. يتم فحص المركبة على الطريق ويتم استبدال الإطارات إن استدعى ذلك.
واشكر جزيلا وزاره الداخليه بتعاونها معنا وتقديمهم هاي الخدمه. يعني اول مره اشوف هاي الخدمه، وحتى في الخليج يمكن اول مره تصير هاي الخدمه. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف النقيب عبد الله خالد المعيلي، رئيس شعبة التوعية المرورية. مسي عليك بالخير. مسي عليك بالخير ومسي على جميع المشاهدين بالخير. يا هلا ويا مرحبا. يعني سعادة النقيب يعطيكم العافية على هذه الحملة المتميزة. لو تكلمنا عن الأشياء اللي تتضمنها هذه الحملة اللي هي صيف بلا حوادث، وإلى يعني شنو تهدفون من وراء هذه الحملة؟ تهدف الإدارة العامة للمرور في تنفيذ حملة صيف بلا حوادث لهذا العام هي توعية السواق بأهمية الإرشادات الواجب عليهم اتخاذها في التأكد من مركباتهم في فصل الصيف قبل استخدام السيارة في فصل الصيف. مثل ما احنا عارفين فصل الصيف يكون جو حار شديد الحرارة، ولابد من قائد مركب مالك المركبة يتأكد من بعض الإرشادات في السيارة حفاظا على سلامته وسلامة الركاب. حملة هذا العام تضمنت اللي هي فحص الإطارات في موقع الحملة بالتعاون مع الشركة اللي تدعم لهذه الحملة، نستبدل فيها الإطارات التالفة بإطارات ثانية صالحة جديدة بتكون، وشاركت معنا شركة ثانية في تكريم السواق المتزمين مكافأتهم بخدمة على الطريق لمدة عام، وراح إن شاء الله بكون في حملتنا في هذا العام في توزيع قسائم لتركيب آذن حراري، وفي الحملة راح نشرح فيها عن الفرق بين الآذن الحراري وبين الحاجب الرئي الداكن الغير مسموح فيه. صحيح، الإدارة العامة دائما المرور ما تفاجئنا وتبهرنا بحملاتها المميزة دائما. النقيب عبد الله، هل هناك يعني جهات تشارك الإدارة العامة للمرور في تنفيذ هذه الحملة؟ في جهات داعمة معنا في هذه الحملة، في شاركة معنا اللي هي وكيل الشركة العالمية للإطارات بيرلي، اللي هو الشركة هي اللي تكفلت في استبدال إطارات السائقين المتزمين الإطارات القديمة بإطارات جديدة صالحة، وشركة بي إن آي شركة البحرين الوطني شركة البحرين الوطني للتأمين تكفلت في قسائم للسواق المتزمين وتسليمهم قسائم لمدة عام كامل من خلالها خدمة على الطريق تكون لهم شامل لمدة عام. نعم، يعني لو تكلمنا أكثر، هل فعلاً تلمسون أن هذه الحملات فعلاً تساهم في توعية مستخدمي الطريق على تحقيق مبدأ السلامة على الطريق؟ في الأيام اللي طافت مهما أعلننا عن هذه الحملة في بداية شهر يوليو والمستمر فيها لهذا اليوم، راح نستمر إن شاء الله فيها لنهاية فصل الصيف. الحمد لله في هذه الأيام اللي طافت لمسنا في هناك وعي من قبل السائقين، وتم التنبيه عليهم في صلاحية الإطارات اللي عندهم. ركزنا اكثر شيء على الاطارات، كون هذه الاطارات مثل ما احنا عارفين الجسم الوحيد اللي هو يربط المركبه بالشارع نفسه، ففي كل مكان كانت الاطارات السياره صالحه بشكل ممتاز اكيد راح تصب في مصلحه السائق والراكب. نعم، لو حبينا نتكلم عن الارشادات، فما هي اهم الارشادات التوعويه اللي يجب التقيد بها عند استخدام الطريق؟ عندنا بعض الإرشادات اللي لابد من قائد المركبة يتأكد من سيارته قبل أن يتحرك في فصل الصيف، وهذه لازم بشكل دوري أنه يتأكد منها في بداية فصل الصيف. ما ننسى أول شيء أنه لازم تكون في صيانة دورية للمركبة بشكل دوري بشكل منتظم لها، تبديل القطع المستهلكة لتجنب الحوادث أو الأعطال على الطريق، ما ننسى التأكد من البطارية ومبرد المحرك، وفي بعض الأشياء قد يقفل عنها البعض اللي هو ينساها داخل السيارة نفسها، قد تؤدي هذه الأشياء اللي هو ينساها داخل السيارة تؤدي إلى حوادث، مثل أنه يترك العبوات المضبوطة أو المعقمات أو الولاعات أو أجهزة إلكترونية. فهذه الأجهزة إذا كانت موجودة في داخل السيارة مثل ما احنا عارفين فصل الصيف عندنا ترتفع فيه درجة الحرارة، ف
فإذا نساها هذا الشخص وارتفعت حرارة السيارة تؤدي إلى حوادث المدى. نعم، يعني بعد لو تخبرنا هل هناك يعني راح تكون أي في أي نوع من أنواع الحملات الإضافية أو أن راح تكتفون بهذه الحملة؟ هذه الحملة راح تستمر إن شاء الله على طوال فصل الصيف. راح تكون في حملات جديدة راح تعلن عنها في الأيام القادمة إن شاء الله. هذه الحملة نقدر قد ما نقدر إن شاء الله راح نغطي فيها جميع محافظات مملكة البحرين بإذن الله. يعطيكم العافية على هذا الجهود النقيب عبد الله خالد المعيلي رئيس شعبة التوعية المرورية، كل الشكر والتقدير لك.
مشاهدينا، أكيد لتجارب المتعافين من فيروس كورونا مختلفة، وأكيد هناك قصص كثيرة من خلال إصابتهم بالفيروس. فريق البرنامج تواصل مع مجموعة من المتعافين، وكل فترة هم يأخذون لنا أخبارهم ويطمنوننا على حالتهم الصحية، ويسألونهم شلون قضوا فترة الحجر، وشلون تعايشوا مع الفيروس، وشلون تعافوا منه. أكيد كلنا حابين نسمع منهم تجاربهم بعد التعافي، ونتعرف أكثر على مشاعرهم والأشياء اللي مروا فيها، لأنهم يمثلون لنا كلنا الأمل اللي احنا كلنا نتطلع له يا فوز. طبعاً لولو، أكيد يعني فريق إعداد مجتمع واعي لا زال يتواصل بشكل يومي مع المتعافين عشان يخبروننا أكثر عن تفاصيل إصابتهم بالفيروس وبعد ما تعافوا منه، ربي لك الحمد والشكر. اليوم يسرنا أن ينضم لنا عبر سكايب المتعافي عدنان إلهام. أخوي عدنان، أولاً يمسيك بالخير والحمد لله على سلامتك، ولو تخبرنا شلون عرفت أن انتقل لك هذا الفيروس. تفضل يا عدنان. مسيكم الله بالخير والنور والسرور. أشكر أول شيء تلفزيون البحرين على اللقاء. والله الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين. زين، أنا صادني فيروس كورونا. زين، والحمد لله طلعنا منه بسلام، الحمد لله رب العالمين. وما طلع لنا أي آثار جانبية أو سخونة أو كحة، الأعراض الجانبية من الفيروس. الله يسلمك، أنا تخالطت ويا الوالدة. طبعاً الوالدة كانت طالعة من البيت تروح ويا الأهل يقضون كم شغلة، فلما ردت البيت فحست روحها ما فيها سخونة وحرارتها مرتفعة شوية. فأنا كنت أجرب واحد اللي كنت أتخالط وياها وديها المستشفى وأرجعها. فلما وديت المستشفى ورجعت قالوا لي إنه لازم تروح تفحصها في أرض المعارض. فلما رحنا أرض المعارض وسوينا الفحص، واليوم الثاني تبينت النتيجة أن الوالدة مصابة. فهني تبين، يوم تبين أن الوالدة مصابة فكلنا حجرنا نفسنا. وأنا وديت طبعاً الوالدة بعد الحجر في مستشفى عالي، واليوم الثاني سوينا إحنا فحوصات البيت كامل. فتبين عقبها بيوم ان انا مع الوالد مصابين بذي المرض الفيروس. فعقبها الله يسلمك عزلنا نفسنا، واتصلوا لنا 444 وخبرونا ان نوديكم الحجر. فانا بينت لهم ان انا بغيت اروح المستشفى بحيث ان الوالد ما عنده مناعه، خصوصا انه مسوي كذا عمليه من قبل فمناعته قليله. فبغيت اروح ان احجر نفسي مع الوالد في المستشفى، يكون ان علينا كفحص مستمر. نعم يا عدنان، بعد لو تخبرنا شنو استفدت من هذه التجربه اللي مريت فيها؟ الله يسلمكم، عقب ما انتهينا من العلاج الحمد لله استفدت من ذي التجربة ان الواحد لازم يحط باله زين وما يستهين بالمرض، لان المرض هذي احنا متعايش وياه. فانت اذا تطلع برا على البيت زين، بتروح جمعية، بتروحون اي مكان، لازم عليكم الكمام، لازم عليكم القفازات. هاي شيء ضروري، شيء ضروري، لا حد يطلع من غير قفاز وكمام. هذه شيء ضروري حق أي شخص، سواء بنية أو صغير. زين، ولما أنت ترجع البيت حاول تتجنب أن أنت تسلم على الأهل، حاول السلام يكون كله من بعيد. أنا يوم خلصت من هالتجربة في البيت سلام كله من بعيد، أتجنب أعود الياهل، أتجنب ألعب وياها، يعني يكون شغلات بسيطة كلها من بعيد لبعيد، حفاظاً على سلامة البيت، حفاظاً على سلامة نفسي من الفيروس. وأنا أنصح الجميع أهم شيء الكمام والقفازات والمعقم يكون وياكم. عقموا اليدين دائماً، عقموا اليدين عقب ما تستخدمون أي شيء. والله إن شاء الله يبعد عنكم الأمراض كلها يا رب. آمين يا أخوي عدنان، وياك إن شاء الله. عدنان، ما بسألك شلون كان تعامل الفريق الطبي معاك، شلون كان التعامل معاكم؟ أنت قلت الوالد الله يحفظه والوالدة والأهل، فشلون كان تعامل الفريق الطبي معاكم خلال فترة العزل؟
الله يسلمكم. احنا اول شيء اشكر الطاقم الطبي في مستشفى جد حفص، كان تعاملهم جدا جدا ممتاز من اول ما دشينا اول يوم لنا انا ويا الوالد، خصوصا الوالد عمره 60 سنة ومناعته ضعيفة لأنه مسوي عمليات من قبل، فأنا خبرتهم بحالة الوالد زين وشنو الأدوية اللي ياخذها، فكان تعاملهم معاي وايد ممتاز من أول يوم رحنا. يسوون لك فحوصات على التنفس، الصدر، ياخذون من عندنا فحص دم، وكل يوم كل يوم بشكل يومي زين ثلاث مرات الصبح والعصر والليل، هذه بشكل مستمر يومية لمدة 6 أيام طول ما احنا موجودين هناك، كانوا يسوون لنا فحوصات مستمرة في اليوم، يسوون لك 3 مرات، يشيكون ضغطك، يشيكون حرارتك، يشيكون التنفس مالك، ساعات يونك يشيكون، ياخذون أشعة على الصدر، فكان تعاملهم جدا جدا ممتاز، ولا تحس ان انت منعزل عن الناس كأنك قاعد في البيت ولله الحمد. الحمد لله على سلامتك مرة ثانية عدنان، يعطيك الصحة والعافية. المتعافي عدنان دهام، الحمد لله على سلامتك مرة ثانية وكل الشكر والتقدير لك. لولو يعني أنا سبحان الله اليوم ثاني مرة أو ثاني واحد أكلمه وهو الحمد لله متشافي اليوم قاعد يكلمني، فأنا أسأله يعني من ساعة أخذنا الدكتورة مريم وتكلمت، فغير لما تأخذين المريض شلون كان التعامل مع عدنان تكلم، واللي كلمت أنا اليوم الصبح بعد قال لي صدق فواز كل ساعتين يتصلون، كل ساعة ونص يتصلون، شلونك، شو أخبارك، شو عندك، شو تحس فيه، طرش لنا صورتك بعد عشان نضمن ان انت في المكان الفلاني وما تعادي احد من اللي في البيت وما تعادي احد من خارج البيت. فالاجراءات اللي يمكن نسمعها الرسميه في الصحف اكثر منها موجوده على ارض الواقع تحمي المواطنين وتحمي الاهالي وتحمي المريض نفسه. بالفعل احنا نشوف هذه الجهود يعني كلش ما فيها اي ثقره، وبالفعل الجماعه في وزاره الصحه ما قصروا مطلقا. وبعد فواز يعني انا في موضوع يستحضرني، قد لا سمح الله تصيب بالفيروس، ما حد فينا معصوم طبعاً. ولا يمنع حذر من قدر. خلي الفيروس يوقف عندك بالضبط. خلي الفيروس يوقف عندك لأنك أنت إذا تتبع الإجراءات من الصعب انتقال للناس المخالطين فيك. نفس ما قال يعني الشخص اللي شفناه عادل متعافي عدنان نفس ما قال عدنان الله يشافيه ويعافيه، قال أنا من الحين عقب حتى ما طبت صرت أسلم من بعيد وأسوي كل الأمور وألبس الكمام وأنا ألعب مع بنتي وكذا. هذه الأمور جدا جدا سهلة، جدا جدا مطلوبة منا كلنا، لأن ما فينا أحد في من أنه هو قد يصاب، خصوصا إذا أنت تروح تزاول عملك، إذا أنت تروح مقر عمل، أو إذا أنت فعلا طالع حق غرض معين يعني فعلا، فقد تكون معرض. خلي الفيروس يوقف عندك بعدم نشرك له، لأنك أنت قاعد تتبع التباعد الاجتماعي، لأنك أنت قاعد تحافظ على الإجراءات، لأنك أنت مرتدي الكمام، فصعب يصير حتى حق الناس اللي قراب منك. أكثر موقف أعتقد ممكن يكسر قلب أي واحد إذا نقل هذا الفيروس حق شخص عزيز عليه وهذا الشخص تأذى من وراء. جدا موقف الله لا يحط أحد فيه، لأنه مؤلم مؤلم مؤلم. بالضبط، تخيل عيالك في البيت اللي قاعدين وحجرين نفسهم وما يطلعون عشان ما يتأثرون بهذا المرض، تروح أنت وتجيب لهم المرض، الصحة تاج على رأس الأصحاء، ما يشوفهم إلا المرضى. فالصحة عزيزة على النفس والإنسان، ما إلا صحته وصحة أسرته وعائلته. عموما فاصل وراجعين لكم يا مجتمع يا واعي بعد هذا الفاصل. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري، أقصد إنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلا لو هالشخص ما زار صديقة، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت.
حياكم الله مشاهدينا. جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه دائما يوجه باستمرار الدعم إلى الوطن والمواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات، ويؤكد جلالة الله يحفظه أن كل مقيم على أرض البحرين هو بحريني ويعامل مثل معاملة المواطن، وهذه رؤية إنسانية رفيعة وسامية جسدها جلالته حفظه الله ورعاه على أرض الواقع، وأصبحت حكومات وشعوب الدول الشقيقة والصديقة مطمئنة على رعاياها في مملكة البحرين. بالفعل، وصارت سلك، حتى إحنا صرنا كشعب نتبع هذا القائد اللي عنده مبدأ التسامح وعنده مبدأ احتواء الكل. فعلا يا فواز، يعني مملكة البحرين دائما ما تثبت هذا الجانب من خلال الأشياء اللي قاعد تقدمها في رعاية كل المقيمين اللي يعيشون على أرض المملكة بعيدا عن أي تمييز في اللون أو العرق أو الدين، وتوفر أيضا العلاج المجاني للجميع على حد سواء، وهدفها الأول هو الحفاظ على صحتهم. وكل ذي بين من خلال حرص المقيمين على تقديم الإشادة بجهود الكادر الصحي في مملكتنا الحبيبة. بالفعل لولو، يعني فريق الإعداد تواصل مع اثنين من إخواننا من جمهورية السودان الشقيقة اللي طلبوا من فريق الإعداد أن نطلق عليهم اسم حلو جميل جدا، اسم محبي البحرين يا لولو، محمد زكي محجوب وأحمد عبد الرحمن اللورد. اسألوهم فريق الإعداد عن تقييمهم لإجراءات البحرين خلال هذه الجعة. خلينا نتابع معاكم إيش قالوا محبين البحرين وإخواننا وأعزائنا من السودان الشقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنقدر ونثمن الجهود الكبيرة لمملكة البحرين، الكادر الطبي والصحي في البحرين، ونشهد تماما لمملكة البحرين أن ما قامت به من إجراءات كانت إجراءات شهد لها القاصي والداني في داخل مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين، من تجهيزات طبية، من معينات للكادر الصحي، الاهتمام بكل المواطنين والمقيمين داخل مملكة البحرين الغالية، ودي أدت إلى أنه يكون في يعني إشادة عالمية بالإجراءات والاحترازات اللي موجودة في مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا الكوفيد 19. ممكن الأخ أحمد تكلمنا برضو عن بعض الإجراءات. مرحبا بتلفزيون البحرين، مساكم الله بالخير، مرحبا بكم، أنا سعيد جدا أطلع عبركم. نحن نشكر كل الشكر الكوادر الطبية اللي كانت واقفة وقفة رجل واحد في الخطوط الأمامية للصد لجائحة كورونا، ونحن نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنه يعطيهم العافية يا رب العالمين، يكونوا في أمان وأمن إن شاء الله. وأيضاً بعد حبوا يقدمون شكرهم لجميع كوادرنا الطبية على جهودهم اللي بذلوها في هذه الفترة الاستثنائية. خلينا نتابع معكم شنو قالوا. حقيقة نحن فيها في شكل مبادرة، ويمكن ظاهرة عندنا في الخلفية أننا عملنا بعض البنرات اللي هي السودانيين في مملكة البحرين يسمنون ويقدرون الجهود الطيبة لفريق البحرين بقيادة سمو الأمير ولي العهد الأمين الشيخ سلمان حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة، وكل السودانيين المقيمين في مملكة البحرين بيقدموا تحية ويقولوا شكرا جيشنا الأبيض في البحرين. يعطيكم العافية محمد زكي محبوب وأحمد عبد الرحمن اللورد على هذا الكلام الطيب، واللي يدل على معدن إخواننا ومحبين أهل السودان الشقيق محبي البحرين، واللي حبوا يهدون أيضا هذا الدرع لفريق البحرين الوطني لمكافحة فيروس كورونا وجميع كوادرنا الطبية اللي ما قصروا فعلا، الله يعطيهم الصحة والعافية. وإحنا بدورنا بنوصل هذا الدرع حق فريق البحرين الوطني الطبي إن شاء الله. مشكورين وما قصرتوا يا أهل السودان، ولا خلا ولا عدم، هذه طبايعكم، أنتوا أهل كرم وأهل طيب، ما قصرتوا أهل النيل، أهل السودان العريق يا لولو. أكيد. ولو تقرأ لنا بس أبو تركي الكلام الجميل اللي مكتوب تامرين. على تامرين يا لولو يستهلون. السودانيون بمملكة البحرين الحبيبة يقدرون ويثمنون جهود الكوادر الطبية وفريق البحرين حفظ الله البحرين قيادة وشعبا من كل سوء 2020، وشعار جميل جدا، فرس بجناحين، جناح يحمل على مملكة البحرين وجناح يحمل علم السودان الشقيق. الله يحفظ السودان إن شاء الله من كل مكروه يا رب. يعطيكم العافية أهل السودان، ما قصروا والله.
وأكيد مشاهدينا هناك الكثير من الأسئلة الطبية تدور في أذهانكم، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية اللي نمر فيها، سواء كانت عن فيروس كورونا أو غيرها من الأمراض، وكلنا نحتاج نسمع الجواب من الأطباء المختصين. أنا بيود هذه وبكمل قرايتي يا لولو. فريق إعداد مجتمع واعي خصصوا لنا فقرة سؤال لطبيب، وسؤال اليوم بترد عليه الدكتورة زهرة خليفة، استشارية طب العائلة وأخصائية صحة مهنية وحجامة أيضا. نتابع الدكتورة شنو قالت. سؤال اليوم يقول شلون نقدر نحمي اليدين من الجفاف مع تكرار غسل اليدين بالصابون واستخدام المعقمات خاصة في وضعنا الحالي؟ للإجابة على هالسؤال، أولا كلنا عارفين إن جلد الإنسان يعتبر خط الدفاع الأول اللي يحمينا من دخول الميكروبات والجراثيم إلى أجسامنا. البشرة تحتوي على الملايين والبلايين من الغدد العرقية والدهنية اللي تعطي ليونة ورطوبة وتماسك حق البشرة عشان تحمينا من العوامل الخارجية عند التعرض لأشعة الشمس والأتربة والغبار، بالإضافة إلى المواد الكيماوية اللي احنا نستخدمها استخدام يومي. لا ننسى أن المعقمات والصابون تحتوي على العديد من المواد الكيماوية اللي ممكن تضر بصحة الإنسان وبالذات البشرة، فكثرة استخدامها ممكن تزيل هاي الطبقة، تسبب الجفاف، تسبب خشونة، شوي شوي ممكن تسبب تشققات، هذه التشققات تسمح بدخول الجراثيم والميكروبات إلى أجسامنا، بالإضافة إلى تسبب لنا الحساسية والإكزيما، وكلنا عارفين الإكزيما شلون ممكن علاجها يطول أو صعب حتى علاجها. فالنصيحة دائما عدم الإفراط في غسل اليدين، يعني ما ننصح بكثرة استخدام الصابون مثلا مع أقل شيء الواحد ممكن يلمسه، ممكن مثلا ممكن الواحد يستخدم مرة المطهرات اللي تحتوي على مادة الكحول اللي ما تقل عن 70%، ممكن مرة نستخدم الصابون، ولا ننسى أن نستخدم المرطبات والكريمات أو اللوشن اللي تناسب بشرتنا عشان نحافظ على الليونة ونحافظ على هذه الطبقة. في ناس تستخدم القفازات بعد لها مساوئها، إذا مثلا لبسناها ويدنا رطبة، أو أن استخدمنا قفازات تحتوي على البودرة، أو في قفازات تحتوي على مادة اسمها اللاتكس. فدائما نراعي عند شراء القفاز لازم يكون لاتكس فري وباودر فري، لأن في كثير من أسباب الحساسية والإكزيما تكون بسبب هذه المواد. فنصيحة دائما لا إفراط في استخدام الصابون والمعقمات. طبعا شرب الماء يرطب البشرة، لا ننسى أن مع الجفاف طبعا يزيد من هذه المشكلة. لا إفراط ولا تفريط، والله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا مشاهدينا، راح ننتقل معاكم إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكرا زميلتي للو، بالتأكيد راح نستعرض في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الخميس 9 من شهر يوليو 2020. فقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 630 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 4756 حالة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 4704 حالات، فيما يبقى 52 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 85 حالة، أما المتعافون فيبلغون 26370 متعافي. الوفيات 100 وفاتين، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 610 حالات جديدة بالفيروس،
منها 339 حالة لعمالة وافدة، 265 حالة لمخالطين، وست حالات قادمة من الخارج، وتسجيل أربع حالات وفاة وتعافي 503 حالات. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الخميس، والكلمة للزميلة لولو. شكرا لك فواز، والله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. مشاهدينا الكرام، كل يوم عن يوم تزيد ثقتنا الكبيرة بجهود كوادرنا الوطنية في الصفوف الأمامية، والجهود اللي عرفناها اليوم ما هي إلا جزء بسيط مما تقوم فيه البحرين في مواجهة هذا التحدي. طبعا أكيد يبقى تفاؤلنا بانتهاء هذا الوباء مرتبط بشكل كبير بمواصلتنا بالالتزام بكل مسؤولية وإيماننا بأن الشيء البسيط اللي احنا قاعدين نقوم فيه نتائجه إن شاء الله راح تكون كبيرة في تراجع أعداد الإصابات وفي تخفيف الضغط على منظومتنا الصحية وفي يعني وأيضا عودة حياتنا الطبيعية اللي تعلمنا عليها ولقاءاتنا مع أهلنا وجماعاتنا وأحبابنا بدون أي خوف بإذن الله. بالفعل يا لولو، يعني مع مرور الوقت الطويل بدون ما تتعرض للإصابة ترى ما تعني أبد أن الفيروس انتهى، لا، الواجب علينا اليوم أن نواصل التزامنا بعزم وبحزم أيضا للقضاء على هذه الجائحة بإذن الله. مشاهدينا، وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء إن شاء الله بكرة مع الزملاء بسام ورقية يوم الأحد القادم. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة في حفظ الله ورعايته يا رب. في حفظ الله ورعايته.